السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غوارديولا يعترف كل ما حققته بفضل رياض محرز ورفقائه في مانشستر سيتي. اعتراف من عند مدرب، كيكون مدرب كبير، مدرب يعرف كيفاش يلم اللعابة تاعو، يعرف كيفاش يعني يعترف باللعابة، يموتيفي اللعابة بطريقة غير مباشرة، يرسل لهم رسائل بطريقة غير مباشرة، يموتيفي اللعابة، اللعابة اللي جايين يتموتيفاو معاهم، يعني بزاف أمور. على يقول لك فيلسوف، على يقول لك غوارديولا كي تحلو راسو تصيب سطاج في راسه، تيرة هكا تيرة في راسه. غوارديولا باش يكون في علمكم، كاين ناس غير يهضروا، كاين ناس صاروا كل بوش كي تجي الشامبيون هاك ما صاروا يشوفوا في غوارديولا، بصح غوارديولا كي تبع الاخر تاعو، غوارديولا على بالك في الفاكونس تاعو وين يروح؟ يروح لعند، يروح لارجنتين ويروح البرازيل، وعند من يروح؟ عند دي زونسيا. كاين بزاف ناس صار لها كيما كاين شعراء غير معروفين، تصيب هذو لي شونتير الكبار تصيبهم يجوا عندهم، تصيب الهواري بشلات يجي لتادلس، الشاب خالد كان يجي لتادلس، هادو صحاب تادلس على بالك، تادلس على بالهم بها، تادلس على بالهم بها. كاين مازال لليوم كاين يعني لي شونتير، كاين شعراء يكتبوا هنايا في تادلس، ماشي باينين، ماشي باينين، ما يكتبوا يعني يبيعوا كلام. كاين بزاف هنا في تادلس، هي انا نعرف واحد الحاجه تاع عشره تاع الناس غير هنا في تادلس يبيعوا الكلام، يكتب الشعر الملحون، الراي تقلبه، راي تقلبه. كي هنايا هنا كاين بزاف دي شونتير يجوا هنا لتادلس، تلاقاو بهم وكلش، يدوا الغناء، يدوا الغناء. بصح كاين شيوخه مشيخه، ماشي تاع واي واي وتاي تاي وكلش، مشيخه الاول مش النادي، يجي هنايا، يجي هنا عنده حبابو، عنده يجي هنا نورمال، كان بخياط يجي لنا، كان بزاف شيوخ يجوا هنايا مازالوا الان. هذه غير مثال عطيتها لكم. غوارديولا وين يروح؟ يروح عند ناس تاع بولا، عندك ناس تاع صحاب 60 عام، عنده 60 عام، عنده 70 عام، يعني يعطيه افكار، يدي من عندهم افكار، خطط تكتيكيه، يجبد خطط تكتيكيه كيما عمليه التدوير. الناس كاع كان ضد غوارديولا نهار الاول، كاع كانوا كونتر عليه، بصح من بعد داروا كونكيرونس، داروا مفارقه. ليفربول مي تكمل الشامبيونا، تكمل العياده معمره، خاص كلوب وهضر عليها المشرف تاعكم، قال لكم شوفوا ليفربول يعني تلعب ب 14 لاعب برك، بصح ما قالش شوفوا غوارديولا، قال شوفوا ليفربول. انا من بكري نقول لكم كلوب شو كان قاضب بروسيا دورتموند، يعني يخدم المرحله تاعه برك، جا ليفربول يخدم المرحله تاعو. هذا وين يعني ناس، هذا وين من الاصابات برك، راه يبحث على اللعابه، يحوس يخدم المرحله تاعو كلوب، يعني نقولوا باللي صعيب في هذا الصوالح، يخدم المرحله تاعه. هذا مكان كي وخر من ديك ليكيب ما تشوفش الضوء، 5 سنين 6 سنين باش تشوف الضوء. بصح غوارديولا يخدم لك مشروع، يحط لك مشروع غوارديولا، عمليه التدوير. من بعد الناس عاودت ولات لغوارديولا واعترفوا بغوارديولا بعمليه التدوير اللي كان دايرها، يعني خاطر علاه قرا الشامبيونات تاع انجليز ماهيش كيما الشامبيونات تاع فرنسا ولا تاع الالمان، ولا فيها ثلاثه تاع لي تيتر، يعني ثلاثه بالشامبيونا، ربعه يضربوا على ربع جبهات، عندهم تشامبيونز ليغ، يعني عندهم خمسة، مين يقلع لك بخمس جبهات، هذو الأندية الكبيرة كيقلع لك بخمس جبهات. على ذيك عنده لازم يدير عملية تدوير، عملية تدوير. وشاهدنا يعني غوارديولا، كي تشوفوا غوارديولا الناس الله بصح الله غالب مع من تهدر، ودعم مع من تهدر وش تهدر. غوارديولا كي تشوفه ستة تاع لي ماتش توالا تاع الشامبيونة ولا
ولا تبقى له ثلاثه تعليمات، تبقى له الكارديو فينال دومي فينال فينال، يولي يلعب ايكيب تيب صعيب. ليكيب تيب هذيك يطحنها، هذه باش يكون على بالكم قليل ويكون عنده تغييرات، يلعب ايكيب تيب. هذه هي وين نعاودوا وين اعترف المدرب بيب غوارديولا يعني بالكوادر الفريق مانشستر سيتي عليه، يعني بفضل كوادر الفريق مانشستر سيتي عليه، خاصة رياض محرز بتألق، وهو ما سمح له أن يحقق الألقاب الشخصية بفضل تركيبة لاعبيه. وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من التأثير الذي قد يكون صنعه على الكرة الإنجليزية، وانقلل يعني التي يسيطر المدرب الإسباني على أغلب ألقابها في السنوات الأخيرة، حيث أرجع الفضل في ذلك للاعبيه وما قدمتهم يعني وفي مقدمتهم رياض محرز. وتحدث بيب غوارديولا عن تأثير رياض محرز خلال يعني المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، يعني سبق المباراة في نقولوا وقال بيب غوارديولا في المباراة هذه، وقال بيب غوارديولا في تصريحات يعني تصريحات قلتها عدة مرات سابقا: ناجح يعود للاعبين والإدارة، ومن دون لاعبين بإمكانك أن تملك أفكار رائعة ولكن قد لا تفوز دون ركلة حرة التي سجلها مثلا مثل رياض محرز ضد تشيلسي. هل بإمكانك إخباري عن التأثير الذي كان لدي؟ وهذا دليل بالأرقام، وتبع المدرب السابق لنادي برشلونة أنه من أحضرت رياض محرز للنادي لم أدفع بالبنود ببند واحد من أجل هذا اللعاب، نادي من فعل نادي هو من فعل بذلك. يعني وين عليه كنا نقول لكم علاش عامل خطره، نقول لكم خلينا باللاعبين يشكر اللعابه رخت اخرين، ولا علاش عامل خطره كنت نقول لكم الناس اللي كانوا يقول لك تشيني كيتو ومحرز وراه رايح للبارسا ومحرز، قلت لكم ما يخليش يطق يا ودي. مشي انا قلتها نهار اللي كانت الفرفاره نايضه عندكم، اي جماعه روحوا تسمعوا تشيني كيتو اش قالوا، جماعه كان على بالنا وقصت لكم الشريات وما كنتش باغي نقول لكم محرز راه رايح للبارسا ومحرز منا والعرز منا. يا ودي لا انا نهار اللي جبت لكم خوه جبت لكم خطره مو عوار هدرت، الناس خرجوا كاين اللي كذبوني، جبت لكم بابات امين قويري هدر الناس كذبوني، جبت لكم حتى واحد خو محرز اتكلم وناس كذبتني. بصح الهضره اللي قالها خو انا ندري الهضره اللي قالها خو رياض محرز واحد خو نهار اللي هدرها اش قال؟ قال هاد الناس راهم يبيعوا في يبيعوا لكم في الكذب. قال لكم بصح اليوم ونقول لكم محرز ما يخرج، وين قالها؟ قالها في 2020 من قال لك بلي تشيني كيتو هاي هاي هاي، قال لكم محرز خويا ما غاديش يخرج من السيتي، محرز عنده بروجي مع غوارديولا. قالها مي كانت الناس يقول لك بلي راه رايح وراه جاي واي بالك وبالك وبالك، قالها لكم بلي يا ودي محرز ما غاديش يخرج من السيتي، هاكا قالها لكم محرز ما غاديش يخرج من السيتي، عنده بروجي مع غوارديولا. غوارديولا جابو من اجل تشامبيونز ليغ، غادي يدو تيدي تشامبيونز ليغ قدام لا يزيد قدام انا كان العقد تاعو، ونهار اللي الناس ولا يقول خطره يقول لك راه رايح خطره من خطره من شنو قلت لكم؟ قلت لكم محرز غادي يسني غادي يقعد، محرز كان يضرب على عامين ما كانش يضرب على عام. وين غوارديولا تراجع المبادئ تاعو، خاطر غوارديولا اللعابه اللي عنده كانوا مين يزيدوا الكبار هادو يلحقوا 31 يزيدوا عام، بصح محرز عطاه عامين. وقال لا اعلم اذ كنت انا الافضل بالنظر للبطوله التي حققتها. واختتم بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي حديثه: لكن من وجهه نظري قمت بتدريب 3 انديه مميزه، والمدربين الذين سبقوني لم يمتلكوا لاعبين الذين امتلكهم الان. شو كيفاش ورياض محرز يعني دائما وين تكلم يعني قال رياض محرز وتكلم على اللعابه، قال لك رياض قال لك يكونوا لعابه عندك ملاح، انت البنت اللي مركه رياض محرز يعني ماشي بنت تاع تشامبا مركه، ولا لا ما مركاش بنت تاع تشامبا، مركه بنت رياض محرز مركه بنت امام تشيلسي، يعني بنت كان في القمه شان الاداء يعني امام تشيلسي. تشيلسي لعبت نقولوا باللي لعبت جرون كومبليفاني يا جماعه ما نكذبوش على روحنا،
اي وين على هذيك نقولوا باللي اليوم وين رياض محرز يعني وين قدم مستويات في القمه، يعني وين قدم مستويات في القمه دائما، وين رياض محرز يعني اللعاب يعني وين شعلنا كيفاش المباراه اليوم تاع مانشستر يونايتد امام مانشستر سيتي كانت صعبه جدا، كانت معقده، هذه هي كانت مباراه معقده جدا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاطري. صحيتو حمال ليكم.